يا صباح الخير، أسعد الله صباحكم كل خير. من زمان عن تصوير اليوتيوب، تحصلونه في السناب دائم وفي التيك توك، ضيفوني هناك. طبعا اليوم مقطعنا ويكند، مش طالع أجيب البنات، يدي ترجف مع الصباح، مع الصباح المشرقي. طبعا طالع أجيب البنات، اتفرج في شجرتنا هذه اللي تضلل سيارتي. الحين طالع اجيب البنات، بعدين بوديهم مشوار وعدتهم فيه. قلت مدامكم داومتوا اليوم الاسبوع كامل، طبعا اول اسبوع بعد الترم الثاني الحين، فوعدتهم قلت لكم اليوم مشوار خاص بعد المدرسة ان شاء الله. يلا خلوكم معي. والحين عند مدرسة البنات، الحين انتظر البنات، باقي تقريبا كم 5 دقايق يطلعون. طبعا ما في زحمة اليوم، اليوم الخميس، الأغلبية عند غياب أول أسبوع تقريبا، لازم في غيابات وفيها. طب احنا مخلين الغياب بعدين أوقات إن شاء الله، يعني إن شاء الله ما نحتاجها، بس في أوقات يعني بتكون أكثر احتياج من الأسبوع هذا. الأسبوع هذا ما عندنا شيء يعني الحمد لله، فما دام الواحد بخير ويقدر يداوم يروح يستفيد أحسن من الغياب. وحين هذا مشوارنا اللي قلت لكم. طبعا اخذتهم المدرسة، جينا معك ناخذ غداء، بما انه ويك اند مكافأة الدوام اسبوع كامل. مشروب سفن، لا ابي مرندا، بس درنش بيسك باخذ ايس كريم. باخذ ايس كريم، وش اسمه، ماك تشيكن، والمشروب بيبسي. هنا ننتظر الوجبات بس يجهزون. طبعا لما اهم حاجة لما تطلبون بالصيف تاخذون ايس كريم. هاي نصيحة مني لكم، الحين شتاء مو بشتاء، الشمس هي تبغى تتعب اصلا خرير عشان ما دعم. لايك واشتراك اهم حاجة. لازم نشيل ابوابنا، كوستنا وشنطتي، وطلع مفتاح البيت، ودي حط بيت الباب حقنا بالبصمة، مفتاح الخارجي اكثر شيء بهذلني. يلا بعدين اقدر ارتب، يوم نسيت اغطي سيارتي. يوم ما شاء الله شلون لمونه شعرها كذا، ترى مامي بنسوي باب بالبصمه. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم نكون بصمتنا كلنا، مو بصمه رقم سري. افضل حل باب رولو. انا سيارتي دخلتها ولا نقرتي، الله يحفظها، استودعتها الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا الحوش يبغى ترتيب اليوم ان شاء الله، انام يروح لامي عادي، اذا ما رحت سوينا جلسه في الحوش. رجعنا البيت، طبعا طلعت كيس لحم، نفسي في كبسه حمراء، مضغوط لحم، بما ان البنات خلاص خذوا غداهم جبت لهم غدا خلاص، لانه ما يحبون المضغوط من اللحم. قلت خليني اصلح لي اجل، خليني اطلب اللحمة وبعدين طلعت ادبري. طبعا بدي اصلح فعالية اليوم، راح اسوي قهوتي وين في غرفتي. ما بخرب عليكم مفاجأة، بوريكم شوي، بس خليني ارتب مواعيني. طبعا امس جوني عاملات ما شاء الله، كل شيء نظيف، بيكون عكست في هذا، بس بنظف ارتب هذه وجهز اغراضي اللي قلت لكم، ومفاجأتي اوريكم اياها الحين. يلا لكم معي. والحين طلعت اغراض القهوة، فتحت الشباك، اليوم جونا مرة حر، مع ان الصباح كان بارد، بعدين صار الجو حار فجأة كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اشغل معكم الغاز. بسم الله. نحط الماية. بسم الله. ما راح اكثر شيء بسيط على قد الدلة. قهوة. هذه قهوتي شغلي تحميصي كل شيء. عشان نتوكل متوبر التصوير استفتح شوي بعد زيادة. نفكه وارجع لكم. أهم شيء عندي الزعفرة في القهوة. بسم الله. احتراف تصوير. خلاص خليها شوية ربع ساعة تقريبا أو أقل على حسب النار. يعني إذا كانت عالية خليها 10 دقايق. هنا أضيف بس الهيل. في زعفران أصلا حطها مع الخلطة. يعني حق فنجانين كذا. ما راح لاني بتغدى وبطلع العصر عندي مشوار. هذه قهوة الظهر. قهوة الظهرية الحين ولا بخورنا وانت قهوة في احسن اجواء. اجواء الصيف ما عليكم. لسه ما جاء الشتاء بس خلينا نستمتع بالويكند اليوم. ما شاء الله تبارك الله. ريحتها تبل. هنا خلاص اللحمة بدأت تذوب. راح أفككها وأكشن الرز وأصلح المدى. يلا أروح هناك شوي وأرجع هنا شوي. أصلح القهوة هناك وهنا أصلح الغداء. تعبت. رايحة جاية يا ربي كلها في وقت واحد. من إيش أطلع العصر قبل العصر بدري. ضيف زيت زيتون. زيت. خلاص هنا اللحم خليه شوي بس نطلع الزفرة اللي فيه بعدين نحطه هنا. وكبسة سريعة وحط نقع كاس رز. يلا بصور لكم إن شاء الله النتيجة النهائية. أضي بس بهارات معجون طماطم واللحم هنا بعد ما ياخذ فرحه كذا واحده بعدين احطها هنا. هذه حوسه نظفها خلاص. حطيت القهوه هنا طفي عليها ثواني بس. خلاص نظف الحوسه هنا. وهذه قهوتي ولي وعليكم بالف عافيه. وهذه قهوتي والقريب الله يحييه. وهنا الدلة بس ما راح اصورها لانه جاي عاكس. يلا وعلي وعليكم بالف عافية. انتظر الحين الغداء بس. هذا فطور تصبيرة لحد ما يصلح الغداء يجهز الغداء. خلاص صرت اكلج. تعبت من الراحة والجاية. مساء العصرية. عصرية الوكين. طلعنا مشوار. جبتكم أماكن ما قد شفتوها. شو محلات قديمة. رميزان كان محل ذهب هنا. القطوي حليبة. هنا اكسسوارات فضيات. شو الخواتم دي كبيرة. من كم سنة يعني 40-50 سنة. العطورات الذهب الأكشاك هذه. هذا اكسسوار طبعا مو ذهب. هذا اكسسوار. في هنا محلات ذهب. كل شيء موجود عندهم.
هذه بكم الأوراق اللي حشي هذه الحجور؟ هذه على وزنة لأن من كم يعني تقريبا؟ لا هذه أقصى عندهم لون واحد لون سار. شوفي هذه بلوفرات حلوة بنفية حلوة مخمل بس مشكلة ما ما في شتاء ما عندنا شتاء. عشان ما خلوا تسيت طيب شوي حنشوف اخذنا كراشي بقالة شوف هذا شو عندهم ملابس دام دارس ولا شيء خلنا نحل هذا حق المكسرات ناخذ مكسرات نشوف شو عندهم هنا هذه الحلاوه اللي تجي بالكيلو مجففه كذا انهينا مشوارنا بعد من عصر هذا وشو؟ 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 هذا وشو